السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في درس جديد من دروس البرمجة الكينونية بلغة الجافا، واللي راح نتناول فيه موضوع السوبر كي وورد. فالسوبر كي وورد هاي عبارة عن كي وورد بالجافا احنا بنستخدمها في الانهيرتنس، وهاي في لها أكثر من استخدام اللي هو 3 وليس 2. أول شيء بستخدمها حتى أستدعي السوبر كلاس تاع الكونستركتور، ورايحين نوضحها، حتى أنادي السوبر كلاس ميثود أو الداتا فيلد، حتى أميز بين السوبر كلاس ميثود أو الداتا فيلد وما بين السب كلاس ميثود أو الداتا فيلد. فراح نوضح لكم إياها من خلال الرسم، وهي النقطة هي النقطة رقم 3. السوبر إذا وجدت كلمة السوبر بهذا الشكل فهو راح ينادي كونستراكتور ما إله أي بارامتر، فإحنا بنسميه نون أرجمنت كونستراكتور الخاص في السوبر الكلاس. لكن إذا كانت عندي ستيتمنت سوبر وفي بداخله arguments، معناته حينادي الكونستراكتور اللي بداخله arguments، طبعا الكونستراكتور تاع السوبر كلاس. هلا الستيتمنت سوبر والسوبر argument زي ما رايحين نشوف، هاي لازم تكون أول جملة في السب كلاس كونستراكتور، وهي معلومة إخوان كثير مهمة، وهي اصلا نيت بينز بتتعامل معها. اول جمله في السوبر سب كلاس كونستراكتور لازم تكون اللي هي كلمه سوبر او سوبر الارجيومنتس، وكانه في البدايه لازم تعطي الاب وبعدين بتعطي اللي لك. حنورجيكم اياها بمثال عملي. هلا كمان انا بقدر استخدم السوبر حتى يكون مرجع لميثود او داتا فيلد اكثر ما انه منادات كونستراكتور للسوبر كلاس، مثل سوبر دوت ميثود او سوبر دوت اللي هو داتا فيلد. طيب هلا بجوز المعلومات مش واضحه، حتى نوضح لكم اياها نطلع على هاي الرسمه. هاي الرسمه عباره عن ريكتانجل يرث من شيب. هاي بيانات الريكتانجل بابليك اي دي بروتكتد نيم وبرايفت اللينث، وفي عندي كونستراكتور للاب وفي عندي كونستراكتور اب ثاني فتو اوفرلودنج كونستراكتور، وفي عندي برنت هاي على مستوى الاب، وعند مستوى الابن الو ويدث واللي هو الكونستراكتور الخاص فيه والاريا واللي هو البرنت. هلا اذا انشات اوبجكت من ريكتانجل شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه راح يورث من الاب بالاضافه للي اله، راح ياخذ الميثودز تاعت الاب بالاضافه اله، مع ملاحظه بسيطه انه في متغيرات السوبر كلاس الاي دي يرث، النيم اللي هو البروتكتد يرث، لكن اللينث بما انه برايفت فهو لا يرث، فيفضل يكون باللون السكني للدلاله على انه انفيزبل. اوكي طيب هلا كيف بعرف انا بيانات الاب؟ ممكن اعرف بيانات الاب انه ينكتب بهذا الشكل، او نقدر نميزهم من خلال كتابة سوبر دوت. فلما أجي أحكي سوبر دوت اي دي معناته هاي الاي دي هي تاعت السوبر، هي تاعت الأب، وطبعا في لك الخيار إنك تكتبها أو لا. هلأ إمتى بصير عندي العملية إلزامية؟ راح نورجيكم إياها. نفس الإشي بقدر أكتب سوبر دوت نيم. هلأ في حالة اللينث ما بقدر أكتب سوبر لأنه لا يرث النيم. الويدث هي داخل اللي هو الريكتانجل فما في داعي للسوبر، فبدل اللي هو السوبر احنا بالعاده بنضيف لها كلمه ذس للدلاله على انه داتا فيلد داخل الكلاس، او بدون ذس اللي بريحك. هلا نطلع هنا وين الكونستراكتور تاع الريكتانجل؟ فعليا هذا الكونستراكتور تاع الريكتانجل اللي هو الريكتانجل. طيب هذول عندي انا تو كونستراكتور. هلا انا ما بقدر احكي الشيب هو كونستراكتور لانه فعليا لازم يكون اسمه نفس اسم الكلاس، فهو كونستراكتور الاب. فكونستراكتور الاب بنستبدل كلمه شيب بكلمه سوبر. سوبر معناته كونستراكتور الاب. نفس الشيء الشيب هو عباره عن كونستراكتور بس مش للكلاس، هو للاب، فتضاف كلمه سوبر. فهنا احنا بنسميه نون ارجمنت كونستراكتور للسوبر كلاس، وهنا argument constructor تاع السوبر كلاس. طيب هلا الست لينث بقدر اكتب سوبر
للدلالة على إنها للأب، وبقدر إني ما أكتبها. الجيت لينث بقدر أكتب كلمة سوبر لأنها للأب، وممكن إني ما أستخدمها، هو أوريدي يرث لأنه بابليك. هلأ في حالة البرنت، طلع أخوان هنا البرنت، في عندي أنا هنا تو برنت، واحدة للأب وواحدة للابن. هلأ أنا كيف لازم أميز بيناتهم؟ طبعا اللون لا يوحي إنه هذا للأب، فباجي بحكي إنه هل هذا تاع الأب؟ لا، المفروض إنه اثنيناتهم تاع الابن. طيب كيف بدي أميز بيناتهم؟ هان أخوان إجباري أكتب كلمة سوبر، السبب حتى أميز البرنت تاعت الأب عن البرنت تاعت الابن. هاي الاستخدام الإجباري للسوبر. فالاستخدام الإجباري للتمييز بين ميثود الابن وميثود الأب، أو متغير الابن ومتغير الأب، هنا استخدامه إجباري. والاستخدام الثاني الإجباري لما أنادي الكونستركتور تاع الأب. أوكي؟ طيب حتى نوضح بمثال عملي، نروح على init beans ونطبق هذا المثال. نروح على فايل new project java application، نختار كلمة inherits to، والميثود تاعتي اللي هو main هاي finish. فننشئ عندي class الاب اللي هو shape، وبننشئ عندي كلاس الابن اللي هو rect. طيب نبدأ بالشيب. حسب وصف الـ UML فهو public int id، والname هو عبارة عن protected string name حسب وصف الـ UML، وعندي private double salary. البرايفت بده جيتر وستر، فبنحكي رايت كليك انسرت كود جيتر وستر لا اللي هو البرايفت، فعندي جيت وست. حسب الوصف عندي تو ميثود، نحكي له رايت كليك انسرت كود، في عندي كونستراكتور نون ارجيومنت فبدون اي بارامتر. بنروح على الكونستراكتور الثاني للاب، فهو عباره عن رايت كليك انسرت كود كونستراكتور يحتوي على الثلاث متغيرات، وما ننسى انه في حالة البرايفت المساواة غير جائزة، يفضل تكون ست لانه بالعادة بيكون في شرط، لكن احنا للسرعة ما راح نكتبه. طيب هلا نيجي اخوان للبرنت، نحكي له public void print، وهذا الميثود وظيفته انه يعمل لي system.out.print وليس println، بده يطبع لي البيانات اللي هو الـ ID والـ name واللي هو الـ salary. طيب هاي باختصار اللي هو constructor الأب، ما في عليه أي مشاكل. نروح على اللي هو الـ class تاع الابن، فمنيجي بنحكي له الريكتانجل هو مش class منفصل، هو extended من اللي هو shape، فباجي بكتب في البداية كلمة extend لا اللي هو الشيب. طبعا إذا كتبناها وعملنا سيف فراح نكمل. فمنيجي بنحكي له شو اللي عنده اللي هو الويدث، عنده private double الويدث و right click insert code جيتر وستر لا الويدث، وبدي اضيف انا هنا كونستراكتور، فبنحكي له رايت كليك انسرت كود كونستراكتور، فطلعت عندي هاي الشاشه الغريبه اللي بنشوفها لاول مره. فاول اشي لاحظوا انه الكونستراكتور يتكون من اي دي ونيم ولينث، طبعا هاي انا من وين بجيبهم؟ بجيبهم من الاب، ففي عمليه استدعاء كونستراكتور الاب. فباجي بحكي له أعطيني الشيب اللي جواته ID ونيم وسلري، ID ونيم وسلري، وما تبقى اللي هو تاع الأب اللي هو الويدث. فبالنهاية بمجرد ما عملت أنا generate، لاحظوا أخوان
بتكون عندي اول جمله. لا انا هنا في كونستراكتور الابن، فاول جمله لازم تنكتب هو استدعاء كونستراكتور الاب. طيب اذا انا السوبر نزلتها لتحت بتصير عندي مشكله؟ نعم بتصير عندي مشكله، لانه حسب القاعده اللي اخذناها بالباوربوينت انه السوبر او السوبر ارجيومنت لازم تكون اول جمله بالسب كونستراكتور. فمعناته بنرجع نعمل كات وبنرجعها لمكانها. فلازم اعطي الاب وبعدين اعطي الابن، اوكي؟ الاولويه للاب ومن ثم اللي هو الابن. فلما بتيجي البيانات بتترحل للاب وبعدين بضل اللي هو عندي. طيب اللي بعديها نيجي نطلع على الباوربوينت، بدي هنا اللي هو الاريا، فباجي بحكي له public double اللي هو الاريا وتساوي return ال width بتاعت ال rectangle ضرب اللي هو ال length بتاع الاب اللي حكينا انه لا يورث. طيب لو حكينا super dot length برضو ما في مجال لانه ال length private ولا يرث من الاب، فبنحكي له get اللي هو السالري. فالجيت السالري مرفقة بسوبر لأنه الجيت سالري موجودة عند الأب. طيب أنا هنا إجباري أكتبها؟ فعليا هنا لا مش إجباري، فإلك الخيار لو كتبتها صح أو ما كتبتها برضو يعتبر صحيح. طيب هلأ نيجي هنا نحكي له public void print، هاي بداية وهاي نهاية. هلأ شو اللي بدي أسوي هنا؟ بدي أطبع بيانات الأب وبدي أطبع بيانات الإبن. طيب هلأ باجي بحكي له system.out.print، لاحظوا أخوان هنا الـ ID يرث والـ name protected يرث زي ما حكينا، والـ salary ما بيورث، فالبديل اللي هو get الـ length اللي هو get length او super dot get عفوا get salary سوري ليش سميناه salary؟ مش مشكلة، هي نفس الفكرة، احنا غلطنا بالتسمية. ف get salary اوكي. فهاي البيانات اللي انطبعت، لاحظ لو ما كتبت انا super ما في اي مشكلة. فبعدين ايش باجي بحكي له؟ system.out.println نروح نبعد space ونكتب اللي هو ال width. طيب هلأ اللي بدنا نحكي اخوان انه هاي الجملة انا بقدر استغني عنها واستدعي ال print اللي موجودة بالشيب. لاحظوا اخوان ال print اللي موجودة بالاب بطبع ال id وال name وال salary. طيب هلأ في هاي الحالة شو بدي اساوي؟ بدي احكي انه print، وهذا الحكي غير صحيح لانه البرنت هي تاعت الابن، فكانه برنت في برنت، فكانه بيعمل عمليه انفينيت لوب. فبدي احكي له انه هاي البرنت حتى اميزها لابد من كتابه كلمه سوبر دوت برنت، معناته روح على البرنت واطبع، روح على الاب واطبع اللي هو البيانات، ومن ثم اطبع بيانات الويدث حتى نطبقه بشكل عملي. لاحظوا الريكتانجل ويدث يبدا اي دي نيم وسالري، طبعا احنا بنتاسف على تسميه السالري. هنا بنيجي للمين، فحتى نوصل للمين بنحكي له الريكتانجل ار1 ويساوي نيو اللي هو الريكتانجل. فالويدث على سبيل المثال 5، الشكل رقم 1 اللي اسمه ار1، والسالري او المفروض انه اللينث يكون على سبيل المثال 10. فالاريا تاعتهم من خلال اللي هو r1 dot استدعي لبرنت، فهنا راح يستدعي البرنت تاعت السب كلاس وليس السوبر كلاس، اوكي؟ هنا ما بتستخدم السوبر كلاس، الاولويه للابن. فحتى نطبق بشكل عملي بنحكي له رايت كليك رن، لاحظوا الاي دي والنيم، وفي عندي اللينث وعندي الويث، وطبعا احنا نسينا نطبع اللي هو الاريا. بس المعلومة إن شاء الله أنها تكون واضحة ومفهومة. هذا كل ما يتعلق بالنسبة لدرس السوبر اللي أنا زي ما حكينا بنستخدمه للتمييز بين، أو ممكن نستخدمه لمنادات اللي هو السوبر
class constructor حسب هذا المثال، وبنستخدمه للتمييز بين ميثود الأب وميثود الابن. وممكن كمان استخدمه زي ما حكينا لما نيجي نحكي له super.id، برضو ما في أي إشكالية، لكن هنا العملية اختياري لأنه التمييز واضح. فبتمنى أنه يكون كل شيء تمام. شكرا لحسن استماعكم.